مرحبا لكل متابعي واضح، بتمنى لكم دائم الاستمتاع بالموقع وبأخباره. كلنا عنا مكان منحب نلجأ لإله، بس نكون لوحدنا، بس نكون هيك بدنا نفكر. وين بتلجأ منى أبو حمزة؟ غرفتي. أنا قليلة الظهرة كتير 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 كتير، أو دايما بيقولوا لي إذا يا عمي القصة بهالكنباية بالأوضة منجيبها معنا، يعني مننقلها منخدها معنا، بس ظهري أنا حدا كتير قليل بظهر، هيدا بحسه دفو عندي هيك غرفتي، وهيدا حتى باكل فيها، يعني كتير هيك صومعة إذا بدك. منى، شو أفضل ذكرى تحمليها من طفولتك؟ بتعرفي كنا نروح من بيت خالة للماما، وكانوا يناموا على الأرض، يحطوا فرشة على الأرض، وبعدنا لهلا كتير 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 بنام على الأرض، يعني برتاح، بحس هيك بالأمان إذا شي ساعة يعني بتسطح بنام على فرشة على الأرض، كتير بحس برتاح، بحس جراوندد، وبحس برجع لهيدي الفترة، مع إني يومتها قلبت وعلقت برفاصات الصوفة، بس ستيل بعدها ذكرى حلوة. في شيء بشخصيتك ما بتحبي؟ بتحبي تغيري؟ أكيد عندي قلق، قلقة شوي، وبجرب اشتغل عليه، وبجرب اني هيك ديرة ربانية وروحانية، لانه هي لما تستبق الامور هيدا سبب كل القلق، فبجرب صرت انه ما استبق، عيش كل نهار من نهاره. شو بتتذكر شيء مهضوم صار بكواليس تصوير برنامجي؟ هو ميشيل ابو سليمان دايما مسبب المشاكل، ودايما بنكون عم نحكي شيء جد، وبفوت بيعمل نكته وبيحرجك قدام الضيف، اوقات بتعملي فورير، يعني يا ما موقفين التصوير، بطل فيك ترجع تكبر، بطل فيك. مشان هيك نحن طلعنا 3 سنين ديركت، كان كل همي وخوفي من هيدا الفورير، بس الحمد لله ما حصل، لانه الفورير اوقات بيوقف ربع ساعة. يعني طلع فيها ما بتطلع فيها يا اخي، ما بتطلع. شو بتتذكر شيء بكيك اخر مرة؟ بتعرفي دايما الامهات، يعني امهات المخطوفين، امهات اللي استشهدوا، امهات اللي خسروا اولادهم بالانفجارات، الام ما في وجع بيشبه وجع الام، ودايما بتحطي حالك محلها. خليكي قوية، خليكي مصرة، ما بحياتك تفكري انه اتس تو ليت. انا بلشت الكارير تبعولي كان عمري 37 سنة، ما كنت شاغلة ابدا قبل، ف اتس نيفر تو ليت. ثانك يو، تسلمي، ميرسي لك، ثانك يو، ميرسي لك، وميرسي واضح.